السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنتكلم لكم على هاد البياس هادي كتسمى ديكورجور. غنهضر لكم على الدور ديالها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. بالنسبه للدور ديالها راه هي اللي كدير لنا هاد لومباطاج هذا ديال النحاس اللي كتوسع لك هاد الراس هذا، يعني كنستغناو على لي مونشو. كيولي عندك مثلا هذا النحاس هنايا هذا ذكر، وهذا كنوسعو كيولي عندنا ذكر ونتو عاد كتسودي، يعني ما كنبقاوش كنديرو هاد لي مونشو هادو اللي كنا كنديرو من قبل. يعني كنا كنخشي بحال هكا المونشو، فاش كتبغي تلقم يعني كتخشي بحال هكا، هي كيكون على جوج جيات باش كتلقم. هذا كينقص عليك قوة السدورة بزاف، يعني كيخليك كدير لومباطاج وكتخدم بحال الطريقة هادي. هادي باش دير العملية هادي كيكون عندك على حسب النحاس اللي غتخدم به. إلا خدمتي بالنحاس ديال رولو اللي كتسمى إكروي، كيكون كنقولو حنا الطايب، يعني ما تحتاجش انك تسخن ولا شي حاجه، يعني كتجي كتخدم مباشره كتخدم به. ولكن الا خدمتي بالبرا، البرا خصك ضروري تقص كتكون قاصحه، ضروري خصك تسخنها. دابا حنايا هاد البلاصه باش ما نضيعوش هاد الطرف هذا، هادي راه سخناها حنايا وكنجيو لهاد الطريقه بحال هكا. ها كتشوفوا الفم ديالو كيوسع، كنجيو لهاد هكا كنردوه كيولي بحال الطريقه بحال هكا مسدود، وكنركبوا هادي هنايا كتدخل حتى لداخل كما كتشوف. من بعد كنسدو البنس، هو دابا ولا صالح باش تخدم. راه كيدير الخدمه كيدير كيجي مزير خصو شويه ديال الفينيسيون، كيدير عوجه شويه. هذا هو لومباطاج. هذا بالنسبه لهاد البانس هذا اللي كيتسمى ديكورجور، كما قلت لكم كيكون فيه بزاف ديال الكالي، كيكون فيه الاغلبيه من 12 حتى 32. الطريقه ديال التغيير ديال الكاليات ديالهم، ودابا حاليا ما جبتهمش معايا، كتحل غير هاد الكاليه هكا الفلطاج وكتركب الكاليه الاخرى كتكون مكتوبه فيهم النمره. دابا هذا راه مكتوبه فيها 16، هاهي 16 اليمين كتركبها كتكون بحال هكا. هادي هي الخدمه ديالو، كتكون جابدة كتجبدها بحال هكا وتركبو الفلطاج بلاصتو حتى كيوصل للحد. من بعد صافي كيولي خدام مزيان. يعني كما قلت لكم هكايا كتخشي بهاد الطريقه هادي. اما بعد كتفيني بكرة الحرش باش كيولي مزيان قبل التركب. ها هي دابا ركبات. هادي كانت هي الطريقه والطريقه ديال الاستعمال، ولاش كيصلح لهذا. خصني شحال من واحد سولني عليه قالك علاش كيصلح. هذا راه كيكون في الجديد كيدير شويه الثمن غالي، ممكن تشريه بونوكازيون، تقدر طيح عند شي واحد عنده بونوكازيون تشريه. خصني الاغلبيه حنا كنشريو بونوكازيون، خصني هذوك لي مارك جدادين، ما كاينش شي ماركات اللي معروفين مزيانين زعما اللي غادي تعول عليهم، زائد ان الثمن ديالهم كيكون شويه مكلف. نتمنى تكونوا استفدتوا، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. السلام عليكم.